بالعسكر في ضباط، وبالموسيقى في ضابط الإيقاع. ولما أقول ضابط الإيقاع بقول نجم الإيقاع المايسترو سمير الشريف. مين منا ما بحب الدربكة، مين منا ما بحب الرق، ومين منا ما بحب يرقص. كلنا منحب نرقص ومننسى أنه اليوم كل رقصة في وراها ضابط إيقاع عم بيلمع مع الطبلة تبعه. بلشت انطلاقته سنة 1980. اخترنا الزمن الجميل، أنا عطول بذكركم اللي ما بيعرفوا كمان. بلشت حلقتنا من برنامج فن وبند، خلينا نتسلى أنا وياكم ونضحك نحن وياكم ونروح على استديو. إلا حلو، كثير حلو. اهلا وسهلا فيكم من حلقه جديده من برنامج فن وبن. اليوم معنا ضابط الايقاع استاذ سمير الشريف. اهلا وسهلا فيك. شكرا. ومعنا ضابط الايقاع، اهلا وسهلا فيك استاذ نصيف. ضابط الايقاعات، اهلا وسهلا فيك استاذ نصيف حبيب قلبي. اول شيء مين علمك الدربكة؟ حب الطبله وانا تعلمتها. الله يديمك، تفضل. اول شيء هيدي الحلقه بدنا نحس حالنا بالبيت، بضيفكم قهوه، قهوه ام كريم. قهوه شو؟ ام كريم. ام كريم طيبه ورخيصه. اهلا وسهلا. طيبه ورخيصه، تفولوا عن جد طيبه، نازله على السوق يعني. هذا جديد قهوه ام كريم. ايه مزبوط، طيبه ورخيصه. حلوه روح المنافسه، وخصوصا لما تكون المنافسه بروح رياضيه وبنفس الوقت منافسه بالايقاع. انا سالتك مين في بوجه، ما جاوبتني يعني. مع احترامي لك انت، لي قل لي مين معي بوجه تاني مره. خيي كنت بعت ابني انا، ما كنت جيت انا يعني. انا ما لا يمكن ما بتعرف اليوم مايسترو. مع احترامي لك، لا هذا كل واحد سمي له حاله مايسترو، طول لي باله شوي. لا بعد ما سمعنا كمان يعني مين. لحظه يا خيي، انا اذا بدي على صدري باحلى مين حدا. ما ليه ما يزعل مني، بس انا هيك ما حدا قال لي صوب الايقاع. اوف ايوه حلوه. اليوم اليوم انا بحب المنافسه، انتبهوا. بس كان جبت ابني، ما جيت انا. مع احترامي لك انتبه. ها انا صار لي 40 سنه بطبل، شو تجيب ابنك يعني؟ كيف يعني طبل خيي طبل يعني؟ ما انا ما حبيتي ما شايفك ولا سامع. نعم. ولا سامع فيك ابدا، انه كيف عم تحكي هالكلام. ماشي حبيب مايسترو. اليوم انا اذا بدي اسالك شو قصه حفله قرطاج. انا دغري بدي افوت بسلب الموضوع. حفله قرطاج ما خلي يفوت. كنت مع النجم العربي وليد توفيق وصار هنيك اكيد. بدي اقول تحيه للنجم وليد توفيق. حبيبي بقول له حبيب قلبي، استاذ كبير. ايه خي عم يسالني لهنا، ياخذ معك عم يحكي لي لهنا، عم يسالني يا خي عال وخي. بس معلم معلم معلم، احترام قرطاج. اكيد بعد الله ما عرفنا شيء. مش الحفله اكيد، ما مش هيك بدكم. اوف بدكم حطته على. طب اليوم استاذ نصيف كيف تبلشت، من اي عمر؟ انا بالاساس بي بدق طبله، كان خياط بي الله يرحمه فارس. الله يرحمه. الله يرحمه. وعمي كمان مونولوجيست الاول بالنزاف الاصفر، مين ما بيعرفه. اكيد تحيه كبيره لاله، تحيه لروحه. وكلنا عائله فنيه يعني، فهمت كيف؟ ف او بلشت بعد التانكي اول شيء، وبعدين حط طنجره انه حيضل على التانك شكله. قال لك اما كل عبط شكله رد عليك خيي، شكلك حلال على التانك. ما بتبلش هيك الحلقه، انه لهلا بعد ما سمعنا شيء منه وعم بيحكي إيه؟ لا مايسترو استاذ نصيف كثير هيك يعني. اليوم مين بالساحه الفنيه اذا بدنا نسالك عن ضابط الايقاع؟ في جهاد اربين قوي، في سوني عطيه قوي. لك يا اخي عم يسالني لإلي، عم بيسالني إلي شو بقى؟ عم بيعطيني وجهه نظر. اذا بده يضل طشنا هيك الله يرضى عليك. انا ما يه يه لا هو كان السؤال موجه وعم بيعطي وجهه نظر. وجهه نظر هيدي بدكم عيدها مخرج. يلا اليوم اذا بدنا نقول مين في بالساحه الفنيه ضابط ايقاع بيعجبك؟ في جوزيف، في 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 كثير عالم، في كثير عالم. بدك الاولاد ولا هل هلا هالايام هاي بعتقد طبلة ما لها عمر يا خيي. يابا يابا عم بحكي مع بقطشني خيي. دخ انا عم بقطشك، بس هو عم بيسالني لي. انا بعطي وجهه نظر، عم بقطشك كل ما تسالني. ما عم يسالني لي، جاي بصوره على كهرب منك. انا هذا هلا سؤال سؤال. يلا ارد عليك اذا جايبني الصوره قل لي بدي احكي. طيب حغير السؤال، حروح على غير سؤال. اليوم استاذ نصيف مين بتلاقي قلبك بيحضر لما تطلع وتدق وراه؟
يعني ماني سامع فيه شو استاذ نصيب هيدا المقابله معه يا خيي مين حضرته الله يرضى عليك لا 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 فيها جهاد جبلة لا هي خيي شو ما بحياتي ما سامع فيها انا شو انا سامع فيه وبعده صار ساعه بيحكي وانا وحجيب ابني وين روح الرياضيه لا انا بعدني عم بقول هلا هي انا دقيت انا اشتغلت شو عملت ما سويت اذا بتقع صدري احلى روح يا عمي تركنا كان لازم تلمني ضيف معي كهربني عصبني ها انتبه انا اذا بدق عصبني احلى بعدين نولا وشو جايب اثنين؟ هيدي الأصلية هيدي للمحترفين وهيدي للهاويين هيدي ممكن أنت تشتغل عليها هاويين يعني ممكن بدك هيك؟ هيدو هيك يعني لا 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 والله يلا خليك خيي يا عيب الشون بليز ما بدنا هذا الغلط هيدا سبب صار ساعة بيحكي تلم حالك الله يرضى عليك شو احكي؟ رو تلم حالك مول معلوم بدي احترم حالك بعد ما سمعنا شيء منك إيه؟ سمعني لشوف سمعني فرجيني لشوف سمعنا لا والله دم تك 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 دم دم تك 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 دم 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 تك الله وتك تك تك دم 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 تك 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 والله هذا شو هذا لا هو هو شو عليك بالحلقة كان لازم تقول لي مع مين ضيف كمان يلا ماشي ماشي خي يلا الله يرضى عليك ابو جرز راسي له ما استاذ سمير اليوم من اي سنه حضرتك بلشت هلا كل واحد بيقول لك انا كنت بلش من سنه وصل لي 40 50 سنه يعني هذا السؤال اللي كيما تساله السؤال بديهي يعني غير السؤال انا هيك برايي يعني خي عم يسالني لي لا انا عم بيسالني لي وجهه نظر يا خي منين طلعت لي انت خي عم بعطي وجهه نظر وجهه نظر انا وجهه نظر ولا شيء انا عم بعطي وجهه نظر يا خي بعطشني خي يا خي اسكت انت لي لا ايه يا خيي لي هيدا السؤال مزبوط خيي بس عم بعطي وجهة نظري يا خيي لهلا بعد لهلا ما عرفنا ما سمعنا عم بعطي وجهة نظري يعني لا ايوه شو شو علي اعمل لي هيك شو هذا شو الحكي هلا هلا رح علمني على البربالة بتبرق هيدا بصير بربالة قمح بالمغاري يا خيي بس قول اليوم استاذ عدنان فخر الدين شو بيذكرك هذا الاسم عدنان عدنان العسلان عدنان العسلان العسلان ليك بي يا عم انا بستنى بعطي وجهه نظر يا خيي عبات كهربت يا زلمه عصبتنا عبطشني يا فارس لا يا والله عصبتني هو عم بيعطي وجهه نظر لا لا انا عم بعطي وجهه نظر يا خيي لا بدنا نهدى ما تعطشني الله يرضى عليك يا خيي ما من هو ولا بحياتي سامع فيه في كعي في طبالي بلبنان اسمع عامل لي فيها في مجال نشرب قهوة كريم ونروق ونخلي نبلش الحلقة بطريقة حلوة من أول ما عطوا في زعل اشرب لنا القهوة يا أستاذ ليك عم برجف يا زلمة عم برجف يا زلمة هيدي منيحة على الطبلة بس ترجع رش بسموها ما هيك هيدي زبطت معك بس رش بسموها رش هيك 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 هي هيك بدي أشوفكم أحباب حبيبي أيوة ما عليك يا ليه هذه تاني مره لا هو عطيده عم بقول لك عم نمزح معك طبشكها شو هالقصه هي روح نكتب ولا بحياتي سامع فيه ولا شايفه ها مش طلع الهواء هو عم تغلط ها عيب ولا عيب عيب احترم 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 الموجودين بس انت انت احترم حالك يلا بلش من هون مخرج هل يا ترى اليوم استاذ نصيف بدق غير طبلة؟ بدأك شو ما بدك شو قلت له كل شيء إيقاع أنا إذا ببقى عبدأته أنا إلا الطبلة إلا الطبلة أبقى عطشني أوكي حكي مزهور لا بس هلأ يقول كل شيء بس إلا الطبلة ابن عمي ما بعيدته ها يا خي سمعني شو؟ سمعني فرجيني شو بدك شو عملت لي أنا ما جبت ما بدنا زعل بس هلأ عم بيعطي وجهة نظره خليني بس الحوار السؤال موجه لإله بالإذن منك أستاذ سمير اليوم أستاذ نصيف إذا بدي أقول لك بدنا ندق معزوفة شو أكتر بيعجبك الدم ولا الطق دم دم تك 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 دم تك دم 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 تك دم دم تك تك دم تك 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 دم دم تك 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 و تك 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 عدنا الغدانا بس هيك بطني صار طيب ليك الشيش بلك طيب كتير نجي عملوها كتير هونيك نجي بطني فين كتير طيب بدي عمل رزق الله أول شيء أنا بدي أشكر ساينس أند بيوند على الديكور الحلو وتوجه بسؤالي لألك حبيب القلب مايسترو اليوم بس قلك فنان
أصيل بتحبه من القلب وبالفن مين بيكون؟ هي حبيب القلب الله كلهم موجودين على الساحة، بس في اتمنى شغلة يعني بإذن الله يرجع لنا الفنان فضل شاكي. فضل يا استاذ كبير و تحية له اكيد المسامح كريم. هلا سامح ما سامح هذا قضاء هو يعني، بس انه هو كفنان مبدع. ليك صرنا ساعة عم نحكي بس هلا صرنا للوقت يعني اذا هيك هيدا على الساحة عم نحكي. بتيجي انت ابن عمي معها بقول لك بعيط له عمك ابن خالتك عم بصير هيك هلا يعني عم نحكي بفنانين. ايه شو يعني ما يكهربني يا اخي بعد لهلا ما اسمع عنه صار ساعه بيحكي كمان ويدخل علي. لا يا ريت بس جبت طبلتي معي بس ما جايب طبلتك. لا ما بجنن. هلا باخر الحلقه رح بتسمعنا اكيد اذا بيعيرنا الاستاذ سمير. سؤالي موجه لك استاذ نصيف، على طول بتقول جمله اليوم لك امبارح فل امبارح فل بعد بكره مش لك. ايوه قولت امبارح صرت بنام. شو بنام عم لك ما في خبره ولا على وعد في لأنه تتزليطهم هيدا في اليوم. أستاذ نصيف شو الفرق بين الدربكة والطبل؟ يعني أنا الدربكة هو الطبل. شو شو بأكل أنا الطبل يا طبل أنا الطبل لقيتي خرشة دق طبلة لقيتي خرشة سهل خلصت منه يا خيال. لا لا لحظة 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 لا نحن شو هن زرنا طبل؟ لا هو عم يحكي عن بالمعنى أنه يا خي أي معنى طبلة. معقول تقدر تسمعنا هيك مثل رنة صغيرة عبالك تسمعنا إياها من بعد ما أسأله سؤال؟ ما شو بدي ما علي يقدر هيا تنشوف. مثل صحابهم بأخرى يا عين يا حبيبي أنا قوية شو يعني بخشل الطبلة بخشل الطبلة يحرق الطينة تبعك اللي طرق العالم ده هدي طبال انت ليه بخشل الطبلة بخشل الطبلة هي بخشل لا 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 مش ممكن يخطر على بالك مثلا تكره حدا ولا على بالك بقى من الفن وهذا رح تكره انواع الفن حتى كل انواع البن فن وبن لما اجتمعوا يعني اكلوا ضربوا وقعوا ولا على بالهم عن وقعوا فن وبن الو خلص ما بدنا